المزمور الثامن عشر لإمام المغنيين لعبد يهوى داود الذي كلم يهوى بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه يهوى من أيدي كل أعدائه ومن يد شاول، فقال: أحبك يا يهوى يا قوتي، يهوى صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. أدعو يهوى الممجد فأتخلص من أعدائي، حصرتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني، حبال الهاوية أحاطت بي وأطبقت علي فخاخ الموت. في ضيقي دعوت يهوى وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت، أسس الجبال ارتعدت وارتجت لأنه غضب، صعد دخان من أنفه ونار من فمه آكلة فاشتعلت جمرا، مدد السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار على أجنحة الرياح، جعل الظلمة ستارا له حوله، مظلته من ضباب المياه وظلام الغمام. من الضوء الساطع قدامه عبرت سحبه برد وجمر نار، أرعد يهوى من السماوات والعلي أعطى صوته بردا وجمر نار، أرسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فأزعجهم، فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة من زجرك يا يهوى، من نسمة ريح أنفك. أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدوي القوي ومن مبغضية لأنهم أقوى مني، أصابوني في يوم بليتي وكان يهوى سندي، أخرجني إلى مكان الرحيب، خلصني لأنه سر بي، يكافئني يهوى حسب بري، حسب طهارة يدي يرد لي، لأني حفظت طرق يهوى ولم أعص إلهي، لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لم أبعدها عني، كنت كاملا معه وصنت نفسي من إثمي، فرد يهوى مالي كطهارة يدي أمام عينيه. مع الرحيم تكون رحيما، ومع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا، ومع الأعوج تكون فطنا، لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المتكبرة تذللها، لأنك أنت تضيء مصابيحي يهوى إلهي، ينير ظلمتي، لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تصورت أسوارا. الإله طريقه كامل، قول يهوى نقي، ترس هو لجميع المحتمين به، لأنه من هو إله غير يهوى، ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالغزال وعلى مرتفعاتي يقيمني، الذي يعلم يدي القتال، فتحني ذراعي قوسا من نحاس، وجعلت لي ترس خلاصك ويمينك سندتني، ولطفك عظمني وسعت خطواتي تحتي فلم تنزلق عقباي، تبعت أعدائي فأدركتهم ولم أرجع حتى أفنيتهم، سحقتهم فلم يستطيعوا القيام، سقطوا تحت رجلي، منطقتني بقوة للقتال، صرعت تحت القائمين علي وأعطيتني أقفية أعدائي، ومبغضية أفنيتهم، صرخوا ولا مخلص إلى يهوى فلم يستجب لهم، سحقتهم كغبار قدام الريح، مثل طين الأسواق طرحتهم، أنقذتني من مخاصمات الشعب، جعلتني رأسا للأمم، شعبا لم أعرفه صار يخدمني، من سماع الأذن يسمعون لي، بنو الغرباء يتذللون لي، بنو الغرباء بادوا ارتعبوا في مخابئهم، يهوى حي مبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي، الإله المنتقم لي والذي يخضع الشعوب تحتي، منجية من أعدائي، رافعي أيضا فوق المتمردين علي، من الرجل الظالم تنقذني، لذلك أحمدك يا يهوى في الأمم وأرنم لإسمك. خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد.